خوتي خواتاتي، السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد او موضوع جديد. ولا كنتي انت ولا انت اول مره كتفرج فيا ومهتم بمواضيع الهجره كندا، فما عليك الا تنزل تابونا في القناه وتفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد. ولا كنتي انت ولا انت ديجا مابوني عندي في القناه، فما تنساش تهبط تخلي لي لايك وشي كومونتير يكون زوين. بون خوتي، كيف ما شفتوا اخر موضوع هضرت فيه هنايا في القناه، فكان على كيفاش يمكن لي نبدل رخصه السياقه الخاصه بالبلد ديالي الى رخصه سياقه كنديه. فهاد الفيديو ان شاء الله غيكون كتتم الفيديو السابق، بحيث غادي نشرح لكم كيفاش يمكن لكم تشريو سياره مستعمله هنا في كندا باحسن ثمن. وكيف ما عارفين فشراء سياره مستعمله هنا في كندا فهو واحد الامر منطقي من الناحيه الماليه، واللي كيجعل شراءها امر منطقي من الناحيه الماليه هو لان شخص اخر قد دفع من قبل سعر اعلى مقابل السياره، وبمرور الوقت ستنخفض قيمه هذه السياره المستعمله مما كيجعل السعر ديالها مناسب للعديد من المهاجرين الجدد في كندا. ومع توفر الاف السيارات فانت على يقين من انك غادي تلقى السياره المناسبه ليك الاحتياجات ديالك وحتى الميزانيه ديالك. بدايه غادي نقدم لك بعض النقاط التي يجب عليك وضعها في عين الاعتبار قبل بدء عمليه شراء السياره هنا في كندا. اول حاجه خصك تفكر في رغباتك واحتياجاتك للسياره، هل تحتاج الى العديد من المقاعد لاستخدام السياره، وهل تريد ميزات التكنولوجيه الفائقه على سبيل المثال تقنيه البلوتوث، وكم مساحه وحجم السياره التي تحتاجها. ثانيا، حدد ميزانيتك للسياره مع الاخذ في عين الاعتبار التامين على السياره وتكاليف الوقود للمساعده في تحديد متطلبات التمويل الخاصه بك بعد شراء السياره. الخطوة الموالية خوتي هو البحث عن سيارة مستعملة في كندا على الانترنت، وكاين بزاف ديال المواقع عبر الانترنت اللي كتقدم صفقات جيدة لشراء سيارة مستعملة هنا في كندا، ولكن ما غاديش نطرقوا لهم كاملين، وانما غادي نهضروا على جوج مواقع اللي مشهورين هنايا في كندا. كاين موقع اوتو تريدر، هذا الموقع هذا اللي هو تعتبر من افضل المواقع هنايا في كندا لبيع السيارات سواء كانت سيارات مستعملة او سيارات جديدة. وكذلك كاين الموقع الغني على التعريف واللي مشهور بزاف اللي هو كيجيجي اوتو، هذا الموقع هذا اللي كيعتبر ايضا افضل موقع لشراء سيارات في كندا واشهرها على الاطلاق. والعثور على سياره خوتي فهو ماشي واحد الامر سهل، لانه ممكن يستغل الامر بضعه ايام ان لم يكن اسابيع للعثور على شيء في نطاق سعرك ومتطلباتك. ودابا غادي نقدم لكم خوتي بعض النصائح اللي غادي تجعل العثور على سياره واحد الامر سهل. اول حاجه خوتي هو انكم خاصكم تبحثوا في جميع المواقع حتى تحصلوا على افضل صفقه لشراء سياره مستعمله في كندا، وذلك بمقارنه اسعار نفس السياره في مختلف المواقع. ثانيا اخوتي خاصكم تستخدموا فئات البحث التفصيليه مثل نوع السياره والسنه ونوع المحرك وكم هي المسافه اللي قطعتها السياره منذ تاريخ صناعتها وما الى ذلك لتضييق نتائج البحث والعثور على السياره التي تبحث عنها بافضل سعر ممكن. ثالثا اخوتي خاصكم تراجعوا التفاصيل المكتوبه عن السياره وتدقوا النظر في الصور ومقاطع الفيديو والوصف التفصيلي للسياره. رابعا، يمكن لكم اخوتي توجهوا الى سوق كندا للسيارات المستعمله المتواجد في كل مقاطعه كنديه. وخامسا، يمكن لكم انه في بعض المناسبات كيتم فتح مزاد للسيارات في كندا، وهنا يمكن لكم تلقى افضل الصفقات لشراء سياره. والان اخوتي غادي ندوزوا للمرحله الاخيره اللي هي التواصل مع البائع لشراء سياره مستعمله هنا في كندا. ومن بعد ما تقوم بتحديد سياره معينه خصك تتصل بالبائع مباشره حتى لا تضيع منك الصفقه، وما ترددش في طرح اسئله حول السياره. على سبيل المثال مثلا حاله السياره من الخارج والحوادث السابقه الا كانت، وكذلك قوه محرك السياره، وما تنساش اسئله اخرى اكثر تقنيه مثل زيت السياره والبطاريه الى اخره. ما تنساش كذلك تحقق ايضا من التفاصيل الوارده في الاعلان مثل عدد الكيلومترات والسنه ونوع المحرك، واش هو ايسونس ولا ديزل ما الى ذلك. ومن بعد ذلك غادي تقوم بتحديد موعد مع البائع لمشاهده وفحص السياره عن قرب. وقبل ما توجه الموعد لفحص السياره ما عليك الا التاكد من انها صفقه جيده، وذلك بمقارنه اسعار السيارات المتشابهه مع باعة اخرين في مواقع اخرى، وهذا باش ما تضيعش الوقت ديالك والوقت حتى ديال البائع. وعند فحص السياره المستعمله ما تنساش تحقق من الخارج على اي ضرر او خدوش، وتحقق كذلك مما اذا كانت جميع المميزات الداخليه تعمل او لا، وعلى سبيل المثال النوافذ والاقفال والنظام الصوتي الى اخره، وهل يبدو التصميم الداخلي جيدا، وهل حاله السياره جيده من الداخل. وما تنساش كذلك اختبار قياده السياره قبل شرائها، وعند القياده التجريبيه تاكد من انها تشبه القياده المريحه اللي كتصورها في عقلك. وعلى سبيل المثال هاشت السياره اللي غادي تاخذ، واش غادي تستعملها اكثر في الرحلات الطويله ولا في الرحلات القصيره. ولا كنتي غادي تقود السياره معظم الوقت في المدينه او على الطريق السريع، فحاول قياده السياره بسرعه، وحاول
باحوال مختلفه على سبيل المثال الطرق الوعره والمنحدرات وما الى ذلك حتى تتحقق من جوده العجلات وكميه استهلاك البنزين. واحد اهم الاختبارات هو اختبار فعاليه الفرامل واي اصوات تقوم بها عند الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ وسريع، وبلغه اخرى كيف تعمل المكابح عند استخدامها بسرعات اخرى. واخيرا تحقق من المحرك والاجزاء الميكانيكيه الاخرى من السياره، ولا كنتي ما كتعرفش ولا ما عندكش خبره كافيه يمكن لك تاخذ السياره الى ميكانيكي لقيام بذلك نيابه عنك. وطبعا هادشي غادي يكلفك واحد المبلغ، ولكن الوقايه خير من العلاج اخوتي. المهم اخوتي حتى هنا نتمنى انني كنت استفدتكم بجميع التفاصيل والخطوات اللازمه لشراء سياره مستعمله هنا في كندا. ودابا غادي ندوزوا لواحد المرحله اخيره، هذه المرحله اللي غادي تشوفوا معايا فيها اسعار السيارات هنا في كندا، وغادي نختاروا موقع كي جي جي اوتو، الموقع الغني على التعريف واللي معروف بزاف هنايا في كندا. المهم اخوتي الموقع غادي تلقاو التطبيق ديالو في بلاي ستور. فوالا اخوتي ندخلوا البلاي ستور، فوالا البلاي ستور هي هادي كيف ما شفتوا، انا ديجا عندي التطبيق عندي في التليفون ديالي. نديروا اوفغيغ اخوتي، ومن بين السيارات اللي غادي نختاروا كيف ما عارفين هنايا في كندا السيارات اللي كتشرى بزاف واللي عليها الطلب بزاف، عندكم هوندا وعندكم هيونداي وعندكم شيفرولي وعندكم كذلك حتى المازدا. حنا اول سياره غادي نبداو بها هي نمشيو هنايا على هذا الشكل هذا، فوالا نخرجوا، فوالا نمشيو فلتر نختاروا اول سياره، نختاروا هيوندا الانترا، نديروا السنه 2010 2015، البري نحدوه ما بين 2000 دولار و 6000 دولار، ونختاروا السياره انها تكون اوتوماتيك. فوالا عطاتنا في ريزولطا 229 سياره. فوالا شوفوا معايا اسمينا، اختاروا غير جوج 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 من هذا باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. فوالا كيف ما كتشوفوا هذه ب 4990 موديل 2010. فوالا ندخلوا نشوفوا الصور، فوالا هما الصور كيف ما كتشوفوا، يعني السياره كتبان مازال نقيه. فوالا كيما كتشوفوا بعينيكم الصالون ديالها تاهو كيبان نقي. فوالا كيما كتشوفوا المعلومات على السيارة، يوزاجي هيونداي الانترا 2010 ضربة 149000 كيلومتر، الكولور ديالها ارجون، ترانسميسيون اوتوماتيك اسانس. نشوفوا شي سياره اخرى اخوتي في نفس لا مارك، نقلبوا مزيان. فوالا اخوتي هذه اللي كتشوفوا 2013، يعني ما ضربه والو اخوتي، 2013 يعني ليها 7 طون. ندخلوا نشوفوا الصور ديالها، ما فوالا مولا هذه الصوره وحده هي هذه كيف ما كتشوفوا، هيونداي الانترا سبور 2013 اللي الثمن ديالها هو 5800 دولار. شوفوا اخر وحده، فوالا هذه في اللون الاحمر 2013 اخوتي، حتى هذه ب 4990 كيف ما كتشوفوا الثمن ديالها. نشوفوا الصور، فوالا حتى هي نقيه وحتى هي سبور، فوالا كيف ما كتشوفوا حتى هي الصالون ديالها مازال نقي مزيانه. شو نشوفوا اخوتي شي نوع اخر، شوفوا مثلا نحيدوا هذه، نشوفوا الهوندا، شوفوا الهوندا 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 فين هي الهوندا، بون لقينا الشيفرولي في الطريق. لا نشوفوا الشيفرولي، واشهر وحده هنايا اللي كياخذوها بزاف عندك شيفرولي كروز، هي هادي يبقاو نفس المعلومات 2010 2015 الثمن ما بين 2000 دولار و 6000 دولار، عطاتنا 342 وحده اللي كاينه في الريزولطا. نديروا بالكو على الريزولطا، هو اول وحده طلعت لنا هي هادي 2013 اخوتي، الشيفرولي 2013 ب 4000 دولار كيف ما كتشوفوا الثمن ديالها،
عرفتي 2013 خوتي راه والو خوتي. اللي معروف هو ان هنا في كندا السيارات غير اللي ما بغاش يدير السياره، لان السيارات هنايا خوتي ارخص 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 بزاف. فوالا كيف ما كتشوفوا هذه موديل 2013، فوالا الصور ديالها وهالمعلومات. الكولور غري 5 بلاص اوتوماتيك اسانس ضربه 210 210000 كيلومتر، يعني ضربه 210000 كيلومتر. نشوفوا شي وحده اخرى اخوتي. واو هذه 2014 اخوتي، يعني هي ما ضربه والو، ضربه سيزون 9995. ندخلوا نشوفوا الصور ديالها. فوالا هذه باقا جديده اخوتي، هذه فوالا فيها الكاميرا نعم السي وين مزيانه، كاميرا فيها الصالون ديالها كوزال مازال جديده كيف ما كتشوفوا. طوموبيله توت اوبسيون اوتوماتيك كولور نوار اوتوماتيك اسانس 2014 اخوتي، غير 4995 دولار. بون نشوفوا شي ماركه اخرى، شوفوا شي ماركة أخرى. يعني البحث في هاد السيستم ديال كي جي جي أوتو فا ساهل كيف ما كتشوفوا بعينيكم، ساهل ممكن أنكم تقلبوا على السيارة من البيت ديالكم، ومن بعد ما تلقاو السيارة اللي غتناسبكم تناسب يعني المستلزمات ديالكم والاحتياجات ديالكم وحتى القيمة المادية اللي أنكم في المستطاع ديالكم أنكم تشريها، من بعد كتتصلوا مع مولاها. أنا نوريكم كيفاش تتصلوا مع مولاها. تسناو أخوتي بلاتي نشوفوا باش السيارة أخرى. شوفوا الهوندا اللي مشناش قبيله، فوالا فوالا هوندا، ها فوالا هوندا، واشهرهم اخوتي هي هوندا سيفيك. فوالا يبقاو نفس المعلومات، عطاتنا في الريزلتا 167 وحده. نشوفوا فوالا اخوتي كيف ما كتشوفوا الاثمنه، هادي 2010 غير ب 2500 دولار كيف ما كتشوفوا، هادي اللي في الفوق غير ب 2500. شوفوا شي وحده 2010 2012 خوتي، في 2012 ب 5999 اوتوماتيك حتى هي توت اوبسيون كلشي فيها. ندخلو نشوفو الصور ديالها. فوالا هي هادي، فوالا خوتي كتبان نقية حتى هي وكتبان غزالة كتبان زوينة. فوالا الصالون ديالها تاهو كيما تيبان كيفما كتشوفو بعينيكم نقي، والثمن حتى هو ما غاليش اخوتي، رخيص يعني في المتناول، يعني في اي واحد استطاعته انه ياخذها. شوفوا شي اخر وحده، شوفوا هذه ب 5800 2012، فوالا كيف ما كتشوفوا فوالا حتى من الروايد يعني لو غولون ديال ليفر حتى هما كيعطيوهم ليكم ب 4 بيوم، يعني 4 ديال تكونوا زايدين. فوالا نعاودو نشوفو اخر وحده، نختارو المازدا. المازدا خوتي اللي تاهي معروفه هنايا، نمشيو نشوفو المازدا حرف ام. مازدا 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 فوالا مازدا، واشهر وحده هنايا هي مازدا 3. نخليو جميع المعلومات، كاينه 294 في الريزلتا خوتي اوتوماتيك، نخليوها. فوالا نشوفوا المازدا كيف ما كتشوفوا الاثمنه، عطاتنا 3990 4880، هذه 2012 5299. خلونا نشوفوا الصور ديالها. فوالا يعني الصباغه ديالها مازال ناضيه، باقا كتبري مازال كتبان جديده، سبور حتى هي كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها، مزيانة هي الصالون ديالها مزيان اوتوماتيك. الموطور كيف ما كتشوفوا مازال جديد كيبان. بون خوتي باش تواصلوا مع مولاها، اما كتلقاو كاين اللي ما كتلقاو ما دايرش النمره، كتلقاو بحال ما هكا ميساج كيف ما كتشوفوا هي تحت، كتبرك على ميساج وكتكونتاكتا معاه يعني في السيت، كتقول له انا بغيت الطوموبيل هادي كدا هادي، ديك الساعه هو كيصيفط لك في الخاص، كيصيفط لك النمره ديالو وكتتصل بيه، وديك الساعه كديروا شي موعد باش كتمشي تفيزيتي الطوموبيل مباشره. ندخلوا نشوفوا شي وحده اخرى. فوالا خوتي نشوفو شي وحده اخرى، فوالا هادي ب 3999 موديل 2010. نشوفو الصور،
فوالا شي كتبان مزيانه، الصباغه ديالها كتبان مزيانه. فوالا اخوتي كما كتشوفوا، او ثمن الموتور مصوروا لكم اخوتي كيبان مزيان. ها الداخل ديالها، الفولون ديالها، يعني فيه يعني كلشي اوتوماتيك، يعني توت اوبسيون. ها المعلومات ديالها، ضربه 165000 كيلومتر. فوالا بحال دابا هذه اخوتي، مولا هذا التليفون ها هو ابل، يعني كتعيط له بحال ما هكا، كتبرك عليها كتطلع لك الكاميرا وكتتصل به. يعني ماشي شي حاجه اللي هي كومبليكي، ساهل كيفاش تتعامل مع السيت، وساهل كيفاش تختار السياره ديالك. ما عليك الا تدخل وتقلب وتختار لا مارك اللي انت باغي، ومن بعد فاش كتعجبك السياره كتكونتاكطا مع مولاها وكتتصل به، وديك الساعه كتمشي كدير لا فيزيت ديك لا فيزيت ديالك للسياره وكتشوفها مباشره. بون خوتي، حتى لهنا لا فيديو غيكون سهله، ونتمنى انني كنت استفدتكم بجميع التفاصيل والشروط والطريقه اللي ممكن انكم تشريو بها السياره، والخطوات اللي تتبعوها باش تختاروا السياره داكشي اللي كيلائمكم وداكشي اللي كيتماشى مع الرغبات ديالكم والاحتياجات ديالكم. وكيف ما شفتوا بارطاجيت معكم كذلك حتى الاثمنه اللي ديال السيارات هنا في كندا، واختارينا اشهر موقع اللي هو كي جي جي اوتو، اللي ساهل الروشيرش ديالو، يعني اي واحد ممكن انه يقلب في السياره ديالو في البيت ديالو، في اي مكان كنتي جالس في الكافي ولا اي بلاصه وكنتي محتاج السياره، فكتدخل الموقع كتقلب، وفي الاخير الا عجبتك السياره فانت كتتصل بمولاها مباشره، وممكن انك تنيغوسي معاه في الثمن، لان اي سياره كيف ما شفتوا في هذا الموقع هذا فهما سيارات مستعمله. وكذلك كاين حتى لي كونسيسيونير، كاين كذلك الشركات اللي كيحطوا السيارات ديالو هنايا، يعني كتعامل مع كونسيسيونير، كتعامل مع شركه، داكشي تيكون بالكارونتي اخوتي. كتمشيو كتفيزيتيو السياره، وكيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، الا كنتي ما كتفهمش في الميكانيك ديال السياره فما عليك الا ديها الميكانيكي، وهادشي اللي تيكلفك واحد المبلغ. كيف ما قلت لكم، العلاج الوقايه خير من العلاج، يعني تمشي تخسر واحد المبلغ وتعرف بلي انك خديتي واحد السياره اللي ما فيهاش المشاكل، لان هنا الميكانيك غالي هنا في كندا ما فيها حتى شي حاجه. من الاحسن لكم انكم تمشيو عند شي ميكانيك هو اللي يقول لكم هاد السياره هذه واش السياره جيده، واش السياره فيها شي مشكل الى اخره. بون خوتي، حتى لنا الفيديو غيكون سهل، ونتمنى هذا الموضوع هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو، لانه كاينين بزاف ديال الناس في امس الحاجه لحال المعلومات هادو، باش يعرفوا كيفاش الخطوات اللي تبعوها باش يشريو السياره باحسن ثمن. وحتى لهنا ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا في راسكم اخوتي، والسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد اخوتي.